درعا بالمنطقة الجنوبية من سوريا، في عدة سدود، طبعا السدود كانت تغذى بمجاري طبيعية وقسم منها يتغذى بمجاري صناعية عن طريق محطات ضخ المياه من منطقة الأشعري ومنطقة المزيريب. نتيجة الأعمال اللي عم بتصير بالجنوب السوري والقصف والتدمير، التغذية الصناعية اللي بنسميها تغذية صناعية أو تغذية شتوية تقريبا شبه معدومة بسبب تخريب قنوات الري وتخريب محطات الضخ. بصفى عندنا موضوع الأمطار والتغذية الطبيعية بسبب الجفاف المستمر لعدة سنوات. تقريبا أغلب السدود بالمنطقة الجنوبية جافة مثل ما بنشوف سد درعا مثلا الشرقي، وبالإضافة لموضوع الآبار والاستنزاف المياه الجوفية أدى إلى فقدان مصدر رئيسي للزراعة اللي هي المياه السطحية اللي موجودة بالآبار بالسدود بالمنطقة الجنوبية. بنلاحظ احنا بأغلب مناطق محافظة درعا والقنيطرة تحول الأراضي قسم كبير منها لصحراوي، وجفاف أعداد هائلة جدا من الأشجار المثمرة وخاصة أشجار الزيتون، بشكل خاص جدا في المنطقة الجنوبية من درعا هي كانت تعتني بشكل كبير بأشجار الزيتون، وجفاف قسم كبير من الأراضي وتحولها إلى أراضي صحراوية. الاعتماد بالمنطقة الجنوبية على الأبار الارتوازية والمياه الجوفية واستنزاف كبير جدا بسبب العشوائية بحفر الآبار والساعات الضخ الطويلة والحاجة للآبار يعني بشكل خاص في موضوع المياه الشرب. في مناطق كبيرة تعتمد على مياه الآبار بمياه الشرب بالقرى وبالمناطق اللي ما فيها شبكات ري مياه شرب. كنا قبل الأحداث نزرع 40 درهم 50 درهم، كان عندنا 50 مثلا 50 درهم زيتون، 50 درهم زرعنا إما خضروات أو قمح أو كله كان بده سقيه. كان في عندنا السد يغطي الحاجة، واللي بعيد عن السد يعتمد على الآبار. اليوم البير مثلا كان بالمنطقة هاي 3-4 بير، اليوم بتلاقي 50 بير، ما في رقابة على حفر الآبار، ما أدى لإخفاض سوق المياه، صار بدها تكلفة عالية. يعني كنت أزرع 50 درهم ما يكلفنيش يعني هذاك المبلغ، اليوم بدك أنت ما تزرع 50 درهم ما حداش عنده استطاعة يزرع، بدك بدل مي ما كلها مناطق بعيدة، بدك تجيب صهاريج ما بتأديش بالغرض، وإذا بدك تجر من الآبار أسعار محروقات مرتفعة جدا، وما فيش إمكانية يعني للزراعة. صغرنا الكمية المساحة مثلا من 30 من 50 درهم ل 20، برضه رجع ارتفعت أسعار المحروقات وما عادش عندنا استطاعة وكل شيء صار غالي.